الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله من الكون مع الأئمة عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث السابع من أحاديث هذا الباب عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول وإن الروح والراحة والفلج والعون والنجاح والبركه والكرامه والمغفره والمعافاه واليسر والبشرى والرضوان والقرب والنصر والتمكن والرجاء والمحبه من الله عز وجل لمن تولى عليا واتم به وبرا من عدوه وسلم لفضله وللاوصياء من بعده حقا علي ان ادخلهم في شفاعتي وحق على ربي تبارك وتعالى ان يستجيب لي فيهم فانهم اتباعي ومن تبعني فانه مني في هذا الحديث الشريف والظاهر ان الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه واله. في هذا الحديث الشريف يبين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام الاثار الوضعيه الدنيويه والاخرويه لاطاعه الله سبحانه وتعالى فيما امره من تولي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام والاوصياء من بعده فان الله سبحانه وتعالى لا يامر بشيء الا اذا كان فيه المصلحه ولا ينهى عن شيء الا اذا كان فيه المفسده والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثًا، ولا يأمر بشيء إلا لمصلحة، وعادة هذه المصلحة في متعلق الأمر، وقد تكون الأوامر الامتحانية المصلحة في نفس الأمر. لكن عاده المصلحه تكون في المتعلق يعني العمل الذي يامر الله سبحانه وتعالى به هذا العمل فيه المصلحه لذلك امر الله به الله قادر على ان يامر بدون ان تكون في العمل او في نفس الامر مصلحه لكن هذا قبيح لانه خلاف الحكمه والله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، هو قادر على كل شيء، لكن لا يفعل لحكمته، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا إذا كان في متعلق ذلك النهي المفسدة في غير الأوامر الامتحانية، يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن الفحشاء، لماذا؟ لأن في الفحشاء المفسده لذلك نهى عنها طبعا المفسده قد تكون مفسده دنيويه قد تكون مفسده اخرويه قد تكون انواع واقسام من المفسده كما ان المصلحه كذلك قد تكون دنيويه وقد تكون اخرويه وقد تكون بالنسبه الى نفس العبد وقد تكون بالنسبه الى المجتمع وما الى ذلك لكن وجود الملاك المناط في الاوامر والنواهي هذا ضروري في الحكمه والله سبحانه وتعالى حكيم المشركون كانوا يفعلون الفواحش ماذا كانوا يقولون والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى اذا العمل قبيح لا يامر به إذا العمل حسن يأمر به تارة إذا فيه مصلحة ملزمة بنحو الأمر الإيجابي، إذا مصلحة غير ملزمة ملزمة بنحو الأمر الاستحبابي. فإذا إذا أمر يكون لمصلحة، ثم بعد ذلك المرحلة الأخرى إذا هذا العبد أطاع. فالله سبحانه وتعالى وعده بالثواب، يعني إذا العبد التزم بما أمره الله سبحانه وتعالى بنفس العمل، بشروط العمل، ترك محبطات العمل، ومبطلاته، الله سبحانه وتعالى وعد بالثواب، والثواب من الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للعبد يكون عظيما. طبعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا فرق بين أن يخلق ذرة أو يخلق مجرة، أو يعطي الثواب القليل أو يعطي الثواب الكثير، بالنسبة لله لا فرق، إنما نقول ثواب كثير بالنسبة لنا، وإلا الله سبحانه وتعالى يعطيك نخلة في الجنة. أو يعطيك ما لا يعد ولا يحصى من أشجار الجنة بالنسبة لله لا فرق في ذلك لكن حسب الحكمة وإذا الله سبحانه وتعالى يتفضل أيضا تفضله بمقدار الحكمة بالنسبة لنا عظيم لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا فرق لا شيء عظيم أمام الله سبحانه وتعالى فإذن اذا الانسان اطاع الله سبحانه وتعالى وعد بالثواب الثواب العظيم بالنسبه الينا لان خزائن الله لا تنفذ احنا نملك اشياء محدوده حتى الذي هو اكبر الملاك نفرض واحد ملك الارض وما عليها وما فيها محدود يبقى شيء محدود، لكن الله سبحانه وتعالى مالك الموجود وغير الموجود لان الملك صفه ذات لله سبحانه وتعالى. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا فرق بالنسبه اليه. وفي المقابل اذا الانسان عصى بعصيانه يستحق العقاب. هذا استحقاق العقاب قد الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا العبد. يعني الله إذا رأى العبد تاب يغفر له أو قد يغفر له. الله سبحانه وتعالى إذا رأى العبد عمل صالحًا إن الحسنات يذهبن السيئات قد يغفر له. وقد لا يغفر له. يعني ما دام اكو مجال في الحكمة للغفران الله يغفر. لكن أحيانا الحكمة تمنع من أن يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الحكمة تمنع من الغفران لمن مات مشركا لذا الله لا يغفر له طبعا الله قادر على الغفران لكنه لأنه حكيم لا يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا واحد مؤمن لكن ارتكب معاصي قد يغفر الله سبحانه وتعالى له وقد لا يغفر لكن لمن يشاء ومشيئة الله أيضا ليست اعتباطا وإنما ضمن موازين الحكمة فإذا عصى يستحق العقاب قد يغفر الله له وقد لا يغفر له وإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء هذا النهي لوجود المفسد في ذلك الشيء ووعد الله سبحانه وتعالى أوعد عليه العقاب، هذا الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعصية موعود بالعقاب، لكن الوفاء بالوعيد غير واجب، الوفاء بالوعد واجب، إذا وعد يجب، يعني يجب لا بمعنى أن واحد أوجب على الله شيئا، لا، بمعنى أن الله لأنه حكيم هذا المعنى المقصود منه لا يفعل القبيح البعض يقول لا شيء واجب على الله صح لا شيء واجب على الله لكن الله حكيم لا يفعل القبيح المقصود عندما يقال انه يجب على الله كذا بمعنى انه لحكمته يفعل كذا او لحكمته لا يفعل كذا لا ان هناك جبر على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء. على كل حال فإذا عصى استحق العقاب قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه حتى إذا كان هناك وعيد بالعقاب لكن قد يغفر لان الوفاء بالوعيد غير واجب بل قد يكون ترك الوعيد أو ترك الوفاء بالوعيد من الفضل. الآن الله سبحانه وتعالى أمر الناس باتباع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والأوصياء من بعد أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. إذا الإنسان أطاع يحصل هذه الفوائد والثواب المذكور في هذا الحديث. واذا عصى فالله سبحانه وتعالى اوعده بالعذاب وبالنار. ومن فوائد اتباع امير المؤمنين لانه اطاعه للرسول ايضا لان الرسول ايضا امر باطاعته ان رسول الله صلى الله عليه واله يشفع. وشفاعة الرسول تشمل من أذن الله سبحانه وتعالى للشفاعة له، إذا واحد مشرك كافر الله لا يأذن في الشفاعة له، ولا يشفع له الرسول. إذا واحد حارب علي بن أبي طالب، أبغض علي بن أبي طالب، الله سبحانه وتعالى لا يأذن بالشفاعة له، فلا يشفع. وماكو واحد يدخل الجنة إلا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا تفصيله في باب الشفاعة هناك بحث مفصل أن الإنسان بذاته لا يستحق على الله سبحانه وتعالى ثوابا وإنما لأن الله وعد صار حق على الله حقا علينا ننجي المؤمنين والله سبحانه وتعالى اشترط الجنة بمجموعة أمور إذا الإنسان وفر هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يأذن في أن يشفع له لكي يدخل الجنة فلا أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله طبعا عندنا في الأحاديث أن الشهداء يشفعون العلماء يشفعون الصلحاء يشفعون المؤمن العادي يشفع وهذه مراحل لأن الإنسان يحتاج إلى أن يوصل الى حاله من القابليه لدخول الجنه وهذه تحتاج لها مراحل المرحله الاولى ان المؤمن عادي يشفع له هذا يترقى يصير الى قابليه مثلا ان يشفع له الشهداء فاذا شفع له الشهداء يترقى درجه يصير الى قابليه ان يشفع له مثلا الانبياء واذا شفع له الانبياء يصير إلى قابلية بترقيه بسبب هذه الشفاعة أن يشفع له الأئمة وإذا شفع له الأئمة أيضاً تصير إلى قابلية لكي يشفع له رسول الله وإذا شفع له رسول الله صلى الله عليه وآله أدخله الله الجنة هذا بالترتيب الطولي مثلاً من باب المثل هذا بعض الأحيان الأمثال لتقريب الأمور المعنوية إلى الأذهان بأمثلة مادية لنفرض أنه أنت شخص تريد تجعله مدير جامعة زين مو واحد تجيبه أمي تخلي مدير للجامعة يحتاج له مرور بمراحل تدخله في الصف الابتدائي خلص الابتدائية يصير إلى قابلية لكي ينتقل, ينتقل إلى المرحلة المتوسطة خلص المرحلة المتوسطة تصير لقابلية لكي يدخل في الثانوية خلص الثانوية تصير لقابلية لكي يدخل في الجامعة خلص الجامعة دخل في دورة إدارية يصير إلى قابلية لكي يكون مديرا للجامعة هاي مراحل لازم يقضيها حتى منزلته ترتفع إلى أن يصير إلى أهلية لهذا الأمر أو إذا أنت تشوف مثلا شخص فقير مستضعف تريد مثلا تهب له دارا تشوف ما يصير مباشرة تهب له دارا تخلي له مراحل في مرحلة مثلا تساعدة بمبلغ من المال يصير إلى قابلية انتقل للمرحلة الثانية أنه مثلا تستأجر له دار يصير إلى قابلية تنقل إلى مرحلة ثالثة بأن تهب له دارا مثلا تمرر بمراحل الشفاعة هكذا حسب ما يستفاد من الأخبار ومن الجمع بين الأخبار إحنا عندما نذهب إلى المحشر ما إلنا قابلية أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله إحنا ما إلنا قابلية وإنما يأتي مثلا أحد المؤمنين يشفع لنا عندما تضم شفاعته لنا منزلتنا ترتفع إذا ارتفعت منزلتنا يصير لنا قابلية لكي أحد الشهداء يأتي ويشفع لنا بضميمة شفاعة هذا الشهيد درجتنا ترتفع منزلتنا ترتفع إلى أن يشفع لنا الشفعاء واحدا تلو الآخر كلما ارتفعت منزله ترتفع المنزله إلى أن يشفع لنا الأئمه، إذا شفع لنا الأئمه يصير لنا قابليه لكي يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه واله، وإذا شفع لنا الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنه بفضله وكرمه. هسه نمثل مثال آخر أيضا مثال عرفي. واحد انسان عادي يريد يلتقي برئيس الجمهوريه مثلا زين ما يطو وقت ما يطو موعد رئيس الجمهوريه مشغول بامور مهمه انت انسان عادي لا يعطي لك وقتا انت تروح هذا الانسان العادي يروح يلقي له واسطه زين يشوف مثلا شخص يعرفه له قرابه مع شخص يشتغل في مكتب رئيس الجمهورية زين يروح يم هذا صديقة أو قريبة يقول له يا أنت عرفني لفلان اللي يشتغل في مكتب رئيس الجمهورية فهذا الوسيط يعرف هذا لذاك ذاك اللي يشتغل بالمكتب ما يعرف هذا لكن لأن الوسيط عرفه زين هذا الشخص يروح ل ذاك اللي يشتغل في مكتب رئيس الوزراء. يقول له توسط لي حتى التقي برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مثلا. يقول له زين أنا ما أقدر أخلي لك موعد أنت لازم تشوف رئيس المكتب بس أني أتوسط لك عند رئيس المكتب. يخابر رئيس المكتب أن فلان يريد يلتقي برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وخلي له موعد. زين هذا اللي رئيس المكتب أيضا يلتقي بهذا الإنسان ويشوفه. يشوف لا بأس ان يخلي له موعد ويخلي له موعد مع رئيس الوزراء زين هذا الانسان العادي ما كان يعرف رئيس المكتب وما كان يعرف الموظف في المكتب يعرف هذا الشخص اللي هو قريب لأحد او صديق لأحد الموظفين في المكتب لكن بهذه الطريقه تمكن من ان يوصل نفسه الى مثلا رئيس الجمهوريه لكي يلتقي به هذا مثال مادي لتوضيح الفكره الشفاعة بمعنى أن الإنسان ما له قابلية للجنة حتى لو هو مصلي، حتى لو هو صائم، حتى لو هو حاج ما له قابلية، الله حكيم فيوجد في هذا الإنسان القابلية للجنة لأن الله حكيم وفي نفس الوقت كريم يريد هذا الإنسان المؤمن يكون له القابلية لدخول الجنة فيهيئ الأسباب الأسباب كيف تتهيأ بالشفاعات الطولية فإذا الإنسان اتبع الرسول صلى الله عليه وآله وأطاع الرسول في ما أمر به من اتباع علي بن أبي طالب والأوصياء من بعده هذا الإنسان يصير إلى قابلية لكي يشفع له فإذا شفع له يعني شفع له رسول الله صلى الله عليه وآله دخل الجنة طبعا هذا بحث الشفاعة بتفصيل لكن احنا هنا بشكل مختصر بالمقدار الذي يرتبط بهذا الحديث الشريف الشفاعة طبعا مو معنى انه واسطة غير قانونية غير صحيحة بعض الاحيان اكو ناس يروحون يلقون وسائط يلوفون على القانون هذه ليست الشفاعة الشفاعة هي من ضمن القانون يعني الله سبحانه وتعالى جعل قانون اللي ضمن هذا القانون الشفاعة، لكي تتبين منزلة رسول الله من جهة ولكي يصير هذا الانسان له القابلية لدخول الجنة من جهة ثانية. وكذلك منزلة سائر الشفعاء. الآن بعض الأحيان في بعض الدول في الامتحانات إذا مثلا طالب من الطلبة في مادة من ال مواد كان ضعيف اذا هو في كل المواد ضعيف خلاص راسب لازم يكرر الصف لكن اذا في ماده واحده ضعيف بقيه المواد جايب علائم لا باس بها القانون مو خلاف القانون مو واحد واسطه لا القانون يقول هذا ضعيف في هذه الماده لكن لا باس احنا نسمح له لكي ينتقل الى الصف اللاحق بشرط أنه في السنة القادمة يشتغل على هذه المادة وعلامته في هذه المادة في الصف القادم يكون علامة جيدة يعني العلائم الجيدة في بقية المواد سببت أنه في هذه المادة الضعيفة تكون تلك العلائم شفعاء لكي في هذه المادة الضعيفة يغض الطرف عنها وضمن القانون مو خلاف القانون والشفاعة هكذا يعني ضمن القانون مو خلاف القانون مو واسطة ل أن يعمل خلاف القانون بل هي واسطة ضمن القانون القانون هو عينها يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الظاهر أن هذا حديث ينقله ويرويه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن رسول الله ماذا يقول؟ إن الروح الروح يعني الرحمة والفرج وأصل الروح هو نسيم الريح أحيانا في الصباح الباكر يهب نسيما يعيد الحياة إلى الإنسان يعيد الروح إلى الإنسان هذا يسمى الروح وإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإن الروح والرحمة والراحة، الراحة شنو؟ اطمئنان القلب في الدنيا والآخرة بالراحة في الجنة. والفلج، الفلج يعني الغلبة. فإن حزب الله هم الغالبون. والعون يعني العون من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان يعني اطلب العون منه، يعني الله يعين هذا الإنسان. والنجاح، النجاح هو الفوز بالمطلوب. والبركة بمعنى الخير الثابت. والكرامة، الكرامة يعني الشرف بواسطة الأفعال الحميدة. الإنسان عندما عنده أفعال حميدة يرتفع، يسمو. هذا يسمى الكرامة. أولئك في جنات مكرمون. والمغفرة يعني العفو عن الذنب. وصون العبد من العذاب والمعافاة من العافية يعني السلامة يعني سلامة الدين والدنيا واليسر يعني السهولة في الدارين يريد الله بكم اليسر والبشرى يعني الإخبار بما يسر الإنسان لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والرضوان الرضوان يعني الرضا الكثير من الله سبحانه وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. والقرب القرب يعني الحظوة عند الله سبحانه وتعالى لأن القرب إلى الله ليس قربا مكانيا لأن الله خالق المكان ولا يعقل أن يكون في المكان فالقرب إلى الله يعني شنو؟ يعني أن تنال الحظوة عنده بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغمر هذا الإنسان بالنعيم. والنصر يعني العون على الاعداء ان ينصر ان ينصركم الله ان ينصركم الله فلا غالب لكم والتمكن يعني الاقتدار في الدنيا والاخره الايه تقول ونمكن لهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم والرجاء يعني الامل بما فيه المسره اولئك يرجون رحمه الله والمحبه يعني الله سبحانه وتعالى يحبهم وحب الله ثواب منه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زين كل هذه الثمار العظيمه لمن لمن تولى عليا واتم به تولاه قلبا يعني احبه وعملا باطاعته جعله إماما يتبعه وبرئ من عدوه إذا واحد عدو لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يكون عندك براء منه البراءة هي قلبية وقد تظهر على اللسان وسلم لفضله مو أنه ينكر فضله أي فضيلة شافها أنكرها أكو بعض الناس هكذا يقيسون الأنبياء والأئمة بأنفسهم. فلذلك أي فضيلة، أي كرامة من الله للأنبياء وللأئمة ينكرونها. لا تسلم لفضله، لفضله. الله سبحانه وتعالى فضله بفضائل كثيرة، تسلم في هذه الفضائل. وسلم لفضله. وللأوصياء من بعده. مو فقط يكتفي بعلي بن أبي طالب، لا كذلك الأوصياء، لأنه عندنا احنا ناس يحبون علي بن أبي طالب. سلام الله عليه ويوالونه ويعتقدون به لكن لا يعتقدون ببعض الائمه هذا ما يفيد كثير من الفرق كانت عندنا الفرق الناوسيه الفرق الواقفيه وفرق اخرى من الفرق بعضها موجوده بعضها انقرضت يعتقدون بامام ولا يعتقدون ببقيه الائمه هذا ما يفيد مثل واحد يعتقد بمحمد صلى الله عليه وآله ولا يعتقد بعيسى إذا واحد يقول أنا ما أعتقد بأن عيسى ابن مريم نبي من قبل الله سبحانه وتعالى هذا إنسان كافر لأنه يجب الاعتقاد بجميع الأنبياء اللي تعرفه بالاسم ومسلم هو نبي تعتقد به وإذا كثير من الأنبياء لم يصلنا لم تصلنا أسماؤهم نعتقد بهم اعتقادا إجماليا زين إضافة إلى هذه الفوائد الروح والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرى والرضوان والقرب والنصر والتمكن والرجاء والمحبة من الله عز وجل إضافة إلى هذه حقاً علي أن أدخلهم في شفاعتي يعني أن أشفع لهم وحق على ربي تبارك وتعالى ان يستجيب لي فيهم، لانه الرسول لا يشفع الا اذا ارتضى الله سبحانه وتعالى من شخص، ارتضاه. فاذا ارتضاه ياذن للرسول في شفاعته، فيشفع له رسول الله صلى الله عليه واله. فاذا الرسول شفع الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته. ان يستجيب لي فيهم، لماذا؟ فانهم اتباعي. ومن تبعني فإنه مني الإنسان كيف يكون تابع للرسول صلى الله عليه وآله وهو يخالفه الرسول أمر في يوم الغدير قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وهكذا من أحاديث كثيرة متواترة جن إذا خالف الرسول صلى الله عليه وآله في كلامه ولم يطعه فليس من أتباع الرسول حتى لو بالاسم وباللفظ يقول أنا تابع للرسول أما إذا واحد أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء ومنه ما أمر به من الكون مع الأئمة واتباعهم زين يكون تابع للرسول. اذا كان تابع للرسول تنطبق عليه هذه الايه الذي التي نزلت في يعني على لسان ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. فمن تبعني فانه مني. والحديث الشريف المعروف يقول رسول الله صلى الله عليه واله سلمان منا اهل البيت، يعني شنو سلمان منا اهل البيت؟ تتفسر هذه الايه. فمن تبعني فانه مني. يعني سلمان تابع لهم ومن كثرة تبعيته لهم في كل شيء صار كأنه منهم أنت تتبع إبراهيم في كل شيء كأنه أنت منا تتبع الرسول صلى الله عليه وآله في كل شيء فكأنك منه تتبع أهل البيت في كل شيء فكأنك منهم فإنهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين